معها احمد وعايز يعمل تسديده ولكن بترتد واحده والثانيه ودي تسديده حلوه وجول تسديده حلوه وجول والمره دي هدف شرعي هدف شرعي لمحمد ناجي جده محمد ناجي جده في تاني تجربه رسميه ليه بيضع اولى اهدافه علشان تسعد الجماهير تسعد الجماهير اللي محتشره في استاد راشد بهدف في الدقيقه 65 من عمر اللقاء بعد تسديده قويه جدا جدا من محمد ناجي جده نجم الاسكندريه اللي بينضم لاول مره لمنتخبنا الوطني المصري بيضع تسديده بيفشل فيها محمد سيدي بيه وتهتز الشباك وتسعد الجاليه المصريه الموجوده في استاد راشد وتتعدل النتيجه مشاهدينا ويصبح التقدم المصري بهدف دون رد. هدف حلو يدي اطمئنان ويدي معنويات كلنا في اشد الاحتياج ليها واحنا والمعلم حسن